بعد عنا شوية وقت قبل ما تبلش حلقة اليوم من احكي جالس، وأنا بدعي كل المشاهدين يلي بحبوا هذا البرنامج ويلي صار عندهم ثقة فيه ويلي إلى حد ما صار فيه يمكن بيوثقوا أكثر فينا وبطريقة شغلنا وكيف بنحل مشاكل الناس، وكيف بنفس الوقت بنحكي الأشياء يلي ما بتنحكى بولا أي برنامج أو بولا أي محطة تانية. اليوم الحلقة رح تكون كتير مختلفة لأنه رح يكون فيها من الجرأة، رح يكون فيها من المواضيع الدينية، من القضايا الجنسية اللي بنناقشها على طول. رح نحكي مثلا عن صراع بين الصليب والحجاب بمدرسة شويفات الدولية، ورح يكون في رأي لكل الأطراف بهذا الموضوع. رح يكون معنا بالستوديو رجال لبنانيين بالكعب العالي. كمان الليلة بحكي جالس رح نحكي عن نيزك والتخوف من أنه يضرب منطقتنا، خاصة وأنه بروسيا من سنة ضرب وسقط 1500 جريح وقتها، وهذا موضوع مهم جدا لازم يتناقش. رح نحكي عن صاحب مبدأ يلي كاد أن يشعل حرب أهلية بلبنان بين زحلي وبعلبك، وكمان رح نحكي عن موضوع خلافي بين هو شخصي فردي، ولكن بين أمن الدولة وبين فرع المعلومات. قاصر عمره 17 سنة تم توقيفه بالمخفر مع راشدين بحبس المخفر بشكل تعسفي، تدخل احتجالس لحتى يصوب هذا الموضوع وقانونية هذا الموضوع. كل هذه المواضيع أنا بدعيكم أن تحضرون ليلة الساعة 10 إلا ربع على الـ LBCI معي أنا جو معلوف باحتجالس.